نكشف الغزلان مع بعض. ما شاء الله. الآن إحنا بنصور. الأرض هذه قفر. الأرض هذه قفر فيها جميع الأعشاب. النصي نشوفه والعنقاء وال. هلا هلا. أبو علي. أيوه. الحمل قبل شوي جفاف. تقريبا كلها جات هنا والمنطقة الآبار. حلو. أيوه. فليل. أيوه. نصور هذه. منطقة هذه غرب شرق بربرة، منطقة هذه معشبة وقافلة، طبعا فيها الحلاوة وفيها العلقة وفيها النجيع، هذا النجيع فيها النصي، فيها جميع الأعشاب البرية. جميع الأعشاب البرية اللي تحبها البل موجودة. ورث قافرة فيها عشبة هنا زي حمر البطن بس صغيرة، وفيها عشبة زي الحربث صغيرة، فيها التحال، طبعا التحال هذا هو النصي، العلقة. جميع الأعشاب البرية موجودة، جميع الأعشاب المعروفة موجودة، النصي، العلقة، هذه العلقة، السمر طبعا، هذه كلها طبعا. هذا مربض، هذه مربض الضباء. هذه عشبة لها زهر أنا ما أعرفها. لها وسم ما شاء الله، ما بعد شفت ماذا أقول حسين يمشي.
هذه احدى الابار الخيريه اللي تم حفرها في المنطقه هذه، يستفيد منها اهل الحلال والمواطنين والبدو. طبعا هذه منطقه باديه، هذه شرق ولايه بربره، هي بير مهمه. يتحدث لنا رجل الاعمال عوض بن جريبه هو اللي قايم على هالبير، وابو علي تحدثون عنه، وهي الشخص قال له المتعافي بيعطونا ان شاء الله اسمها الحين. ابو حمدي ودي تتحدث عن البير، الله يحفظك. يا مرحبا. هلا يا ابو حمدي، عوض بن جريبه. يا مرحبا ومسهلا. الله يحييكم. انا ودي شفنا هالبير في المكان هذا. وهي هالبير حفرناها على نفقة ابو خالد سعيد المتعافي المنصوري. اي نعم. ونعم. دولة الامارات العربية المتحدة. ونعم. الله يحفظها ويطول عمره. كم لها سنة؟ في ميزان حسناتها. هذا لها يمكن الان 4 سنين. 4 سنين. نعم. وشايف عليها بس الان الدنيا عشب ومراعي. صح. صحيح. هنا عندهم الاغنام يغببونها من 12 يوم من 15 يوم عندما تكون عندهم اي في ربيع الحين، ولا هي في مقطعه في مكان طيب. لا لا مكان طيب، وشوف الناس جايين واردوا لي يردون حتى بالدبه من هناك، وشوفوا مواردين من هناك تحت. كم لها 4 سنين؟ لها 4 سنين. نعم. إيه؟ بس ما احتاجها لصيانه، هم ما يصونونها، يبون كل شيء جاهز. ما شاء الله عليهم. بعد يجون يصيرون من الامارات هنا، ما تستلمها البلديه، ما تستلمها. استلمتها البلديه وسلمناها البلديه. طيب. بعد جلسنا 6 اشهر نصونها وندفع لها راتب الحارس. الحين لها حارس. عليها حارس ولها راتب 90 دولار. عليكم انتم. لا بعد 6 اشهر سلمناها البلديه، والبلديه اهملوها، يعطونا راتب لكنها راحه تبع النشره حقه. ما شاء الله تبارك. ما عاد يجي تبع والبير الثانيه وين هي؟ البير قدامنا عاد 4 ابار. كم كيلو؟ واحدة على بعد اعتقد 13 كيلو، واحدة على بعد 50 كيلو. الحين المنطقة دي ما فيها الا البير هذه؟ لا المنطقة هذه ما فيها البير هذا، بعد 15 كيلو في بير ثاني. وبعدها 50 كيلو في بير ثاني. والباقي مقطع ما في شيء. في مقطعة، هذا يسمونه وادي الموت. أعوذ بالله. قدامنا صحراء هناك أيام الحرب، أيام خرجوا ناس وماتوا من الظمأ. الله يلطف بالمسلمين. وهذا الصومالي بيتكلم معكم بيشرح لكم بالصومالي، انتم تحتاجون بالصومالي. الصومالي هذا وشو؟ هذا عبد الله اسماعيل، هو مشرف فنا من عيال البلد ومن البلديه. حلو حلو حلو. عبد الله اسماعيل. I'm so.